السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف دلوقتي ازاي نعمل ليجند او نعمل رسمة فيها كل الرموز محطوطة وجنبيها توصيف ليها، تمام؟ طيب هاجي هنا مثلا اقول له من ليجند، اقول له نيو ليجند واحدد السكيل بتاعي، وممكن اجي هنا كاستم واقول له انا عايزك هنا تكتب لي نوت سكيل، يعني ما تقسي تمام، وابدا ارسم الحاجه اللي انا عايزها. طيب في قدامي كذا اختيار، ممكن اعمل امبورت للليجند كله من الاوتوكاد وابدا اشتغل عليه، او ان انا اجي هنا من انوتيت وابدا ارسم الحاجه اللي انا عايزها. طيب بدايه كده هبدا ارسم مستطيل بالشكل دوت، تمام، وارسم كوب كده واقول له دايمنشن من هنا لهنا لهنا لهنا، تمام، بحيث ان انا اقول له ايكوال يجيبوا لي الحاجات المتساويه بشكل دوت، تمام. طيب ممكن بعد كده تلغيهم او تخفيهم. بعد كده ممكن بقى تبدا ترسم الحاجه اللي انت عايزها وتكتب جنبها المواصفات، يعني اوامر الانوتيت ديت هتسهل عليك كتير، بس اكتر امر هيوفر علينا اللي هو امر كومبوننت ليجند كومبوننت. ده بيعمل ايه؟ ده بيبدا يجيب لي كل الفاميلي اللي موجوده في المشروع ويقول لي انت عايزها فلور ولا اليفيشن، يعني فلور هتيجي مثلا بالشكل دوت، طب الافيشن هتيجي مثلا بالشكل دوت. طب طبعا الفاميلي الاير تيرمينال دي كل جانب زي بعض. طيب اقول له مثلا دوت في الافيشن بيبقى عامل ازاي، في الفلور بلان بيبقى عامل ازاي، ابدا احط الفاميلي كلها، تمام. وممكن بعد كده ارسم خط وابدا اكتب تكست وصف لكل حاجه انا عايزها، تمام. فدي طريقة، وبعد ما بتخلص الليجند تقدر تحطه في الشيت بتاعك عادي. تمام، في أمر آخر إن أنا أعمله على هيئة سكادول، يعني هاجي هنا أقول له أنا عايز أعمل سكادول لأي حاجة أنا عايزها، تمام، أقول له إيمج، تمام، وتبدأ تحمل الصور للحاجة ديت. أقول له دلوقتي تايب نيم، على سبيل المثال الجدول دوت، هتيجي هنا وتبدأ تختار صورة، أي صورة، هيكون مثلا ديت، أقول له أوكي، تمام. بعد كده بعد ما تبدأ تحط الصور كلها هتيجي هنا مثلا في الشف هنا وتبدأ تسحب الدور وتحطه بالشكل دوت، هتلاقي إن هو حطلك الصورة بتاعتك أهو. فتقدر تحمل في كل واحدة فيهم صورة بحيث يظهروا معاك في السكادول، تمام. دي طريقة ان انت تعمل ليجند بالصور، ودي طريقة برضو ان انت تعمل ليجند وتقدر تحط صور، يعني لو انت شغال في الليجند ممكن في اي وقت تقول له انا عايز اعمل انسيرت لاي صورة وهو مش هيختار، اختار الصورة اللي انت عايزها، تمام، حطها وابدأ غير السكيل بتاعها بالشكل دوت وتحطها بالشكل دوت. فانت معاك اكثر من طريقه ان انت تعمل حاجه شكلها حلو وشيك وتبقى مميزه.